أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من سبتمبر نت وصول أول مسؤولة حكومية إلى المخا وباب المندب بعد التحرير. سائقو سيارات النقل يقولون للموقع بوست: السفر بين المدن اليمنية أصبح كالسفر بين الدول. ومن عدن الغد أول جلسة للمحكمة العليا بعدن تقر حكما بالإعدام. وأخيرا من البي بي سي ومن أخبارنا المنوعة: بريطانيا تفتتح وزارة خاصة بمن يشعرون بالوحدة. أهلا بكم. السفر بين المدن اليمنية ممرات مسدودة وحواجز عنصرية، يعنون موقع بوست تقريره الذي رصد فيه حركة المواطن اليمني الخطرة بين أرجاء بلاده. وقال الموقع: في الحرب تغدو المسافات أطول مما هي عليه في الواقع، وحال السفر بين أي مدينتين يمنيتين في زمن الميليشيات بات محفوفا بالمخاطر ومغامرة. يضيف الموقع: من أول وهلة يخضع المسافر لمسلسل طويل من الإجراءات والتحقيقات، وعلى طول الطريق تتحول الرحلة إلى حكاية، والمسافر يتحول إلى متهم، وينتهي به الأمر إلى الاعتقال والسجن في حال تم الاشتباه به. يؤكد الموقع أن اختطاف المواطنين من الطرقات سمة حوثية تميزت بها منذ انقلابها على السلطة في 21 من سبتمبر من العام 2014 وإحكام قبضتها الوحشية على مناطق شمالية عدة. ويقول سائقو سيارات نقل الركاب إن السفر بين المدن اليمنية أصبح يشبه السفر من دولة إلى أخرى. العديد من العناوين وردت في صحيفة أخبار اليوم الصادرة من عدن، أبرزها: خبير مصرفي يقول لا بد من تفعيل وظائف البنك من عدن لتحقيق استقرار قيمة الريال، وعنوان: الحكومة تناقش الوديعة السعودية وتعيد تفعيل لجان تأمين الاستقرار الاقتصادي، وعنوان من عدن أيضا: قوة أمنية تهدد أمهات المعتقلين بالسجن. ومن أبين: قوة الحزام تداهم مواقع القاعدة بالمحفد والميليشيات تقصف آل مزاحم بلودر. وأخيرا: اللواء المقدشي يحذر من مواجهة الانقلاب خارج إطار الشرعية. حوار بداية العام، هكذا عنوان الكاتب العراقي عبد اللطيف السعدون مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد، مضيفا في أجزاء من المقال. يجري في إحدى حكايات الأمريكي تشارلز شولز الضاحكة حوار بين صديقين، يتمنى الأول فيه لصديقه عاما جديدا سعيدا. يجيبه صديقه: عام مستعمل يكفيني، عام جديد قد يكون معطوبا. تذكرت هذه الطرفة الساخرة وأنا أستقبل تهنئتك لي بالعام الجديد الذي أخشى أن يكون معطوبا على نحو لا يمكن الائتلاف معه، خصوصا وقد عرفنا أعطاب العام الراحل وتعلمنا منها وأتمناها. تعرف أننا نعيش أزمانا صعبة، يشعر الواحد منا أنه منهك، مطارد، حزين على نحو أو آخر. هنا تحصل أشياء قد تؤدي بك أن تفقد عقلك، أو ربما لم يبقى لديك عقل كي تفقده. وفي أحيان كثيرة يداهمنا إحساس مقلق بأن بلدنا ينتزع منا، ومشاهد رحيل الأصحاب والأهل في المطارات والموانئ، وكذا الذين هجروا بيوتهم أو هجروا منها وسكنوا الأرض المفتوحة والتحفوا السماء، وأيضا الذين غيبوا داخل السجود أو أخرجوا منها وهم نصف أحياء. أصبحت كل هذه المشاهد أكثر توترا وأشد إيلاما، إلى درجة أن كثيرين ممن نعرف شرعوا في التفكير بأن المستقبل لم يعد بديلا أفضل للحاضر. وقد تمر سنوات مديدة قبل أن يشعر المرء بأن ثمة بداية للتغيير. على أي حال، ليست صحيحة فكرة أن أفضل ما في حياتنا أصبح وراءنا، والقبول بها يعني مزيدا من الحزن ومزيدا من الخراب ومزيدا من المرارة والمعاناة. لم نعد قادرين على الحلم،
فقد حلمنا أن نبني لأبنائنا وأحفادنا دولة مواطنة وقانون، دولة تتجاوز حدود الطوائف والأعراق والمذاهب والعشائر وكل ما يؤسس للفرقة والتنابز، لكننا فشلنا. ترى هل كان هذا الحلم كبيرا علينا وعلى بلد عمره الحضاري 6000 سنة؟ التعذيب حتى الموت السمة الجديدة التي أصبحت تميز سجون ميليشيا الحوثي. وآخر الأنباء القادمة من أحد السجون ما قاله مصدر محلي أن مختطفا في سجون جماعة الحوثيين بمدينة ذمار لقي حتفه جراء التعذيب العنيف الذي تعرض له من سجانيه. أفاد المصدر أونلاين بأن المختطف أحمد علي صالح الشن المنحدر من مديرية نعمان شرقية محافظة البيضاء توفي في سجون الحوثيين بالمدينة الخاضعة لسيطرة الجماعة، وأشار إلى أن الحوثيين خطفوه قبل نحو شهرين من العاصمة صنعاء وهو مرافق لأحد أقربائه المرضى، ومن ثم جرى نقله إلى سجون الحوثيين في ذمار. ووفق الموقع فإن محافظة البيضاء هي قد شهدت عدة حوادث مماثلة، آخرها حادثة وفاة المختطف أحمد صالح الوهاشي في أكتوبر الماضي نتيجة تعذيبه على يد الحوثيين في سجن احتياطي هبرة بصنعاء. اضطرت معظم المدارس الحكومية في صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي إلى اتخاذ سياسة الباب المفتوح التي تسمح بالخروج أو تسمح للطلاب الخروج من المدارس بعد حصولهم على ساعة أو ساعتين داخل المدرسة للتعليم في وقت يستمر المعلمون بالإضراب عن العمل مطالبين أو للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ أكتوبر 2016. ونقل مراسل يمن مونيتور تعمد المدارس الحكومية بصنعاء بإخراج طلاب المدارس الساعة 9 صباحا أو 10 بسبب عدم وجود أو عدم السيطرة على الطلاب الذين يقبعون داخل الصفوف الدراسية بدون معلمين أو معلمات، فيما يقول الطلبة إن معلميهم في حالة إضراب مستمر عن العملية التعليمية. وقال أحد الطلاب إن إدارة مدرسته ظلت طوال الفترة الدراسية تسمح للطلاب بمغادرة المدرسة بعد حصولهم على حصة أو حصتين فقط طوال الدوام اليومي الرسمي. وأضاف الطالب اليمن مونيتور: لم يعد هناك متخصصون يقومون بتعليمنا، وهناك متطوعون غير مؤهلين لم يتخرجوا من الثانوية العامة لا يتمكنون من إيصال المعلومة لنا أبدا، حيث يقومون بقراءة الكتب العلمية وكأنه يقرأ لنا قصة ولا يميزون الإجابة من الأسئلة. حتى لا تتحول إلى ثورة مهدورة، هذا عنوان المقال الذي كتبه صلاح الدين الجروشي متحدثا عن ثورات الربيع العربي مركزا على الدولة الأولى التي انطلقت منها الشرارة. وقال الكاتب: 7 سنوات كافية حتى لتدفع من تبقى يناضل من أجل تحقيق أهداف الثورة والعمل على حمايتها من التزييف والانقلاب عليها. أصبح المأزق واضحا وهيكليا. لقد تم تحويل وجهة الثورة، إذ بعد أن كانت فرصة لإقامة نظام سياسي واجتماعي بديل، تحول الهدف إلى تسيير يومي لدولة مرهقة وإيهام للشعب بأن عليه أن يقنع بالحد الأدنى والمتبقي من ثروات وطنية تدار حتى الآن بطرق سيئة أو محدودة الجدوى. لا تستمر الثورات إلا عندما تكون مستندة على قاعدة اجتماعية واسعة. لقد أصبح جزء واسع من الرأي العام يعيش تحت وقع كابوس حقيقي نتيجة اتساع المسافة بين المأمول والواقع المعاش. فالثورة تكاد تفقد قاعدتها الاجتماعية التي بدأ جزء منها يحن إلى المرحلة السابقة عندما كان بن علي وغيره من الرؤساء يقايض التونسيين ويضعهم بين خيارين: الخبز مقابل الحرية. فتراجع القدرة الشرائية للمواطن تخفض من نسبة حماسه للديمقراطية وتجعل منها كائنا سياسيا مهينا لقبول المغالطات والأوهام المعسولة التي يروجها المستفيدون من الأزمة الراهنة والمتحسرون على مجد سحب منهم وعلى عهد ذهب بدون رجعة.
علق موقع سبتمبر نت في أحد تقاريره على السير نحو تطبيع الحياة في المناطق المحررة بالساحل الغربي وعنون الموقع. وكيلة وزارة الصحة تتفقد أوضاع المراكز الصحية في المخا وباب المندب. قال الموقع الوكيل المساعد لوزارة الصحة الدكتورة إشراق السباعي: اطلعت على أوضاع المرضى في مستشفى المخا والمراكز الصحية في باب المندب والتي تعرضت للدمار إثر عمليات الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية. كما تفقدت ومعها فريق طبي وعدد من المنظمات أوضاع النازحين وما يعانونه من أوضاع مأساوية، داعية المنظمات إلى تقديم الدعم للقطاع الصحي والنازحين في المخا وباب المندب والتخفيف من معاناتهم الإنسانية. المصادر أكدت أن أعدادا كبيرة من جرحى الحوثيين وصلت المستشفى، ويعتقد أن من بينهم قيادات ميدانية، ولذا لم تسمح الميليشيا ببقاء أو استقبال المرضى من المواطنين. يعلق موقع عدن الغد حول عقد أول جلسة للمحكمة العليا بعدن وعنوان الموقع: في أول جلسة علنية للمحكمة العليا في عدن إقرار حكم بالإعدام أصدرته محكمة ابتدائية في أبين. قال الموقع إن هذا الحكم في قضية قتل عمد يعد أول حكم للمحكمة العليا بعد انتقالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى قيام رئيس المحكمة العليا القاضي حمود عبد الحميد الهتار لأول مرة بعقد جلسة علنية لمنطوق الحكم بحضور أولياء دم المجني عليه والمواطنين. قال الموقع إن الحكم لاقى ارتياحا كبيرا كونه يتوافق مع نص المادة 154 من الدستور والقوانين الإجرائية التي تنص على علنية الجلسات والنطق بالأحكام، كونها تساعد على ضمان سير العدالة ونشر الثقافة القانونية بين المواطنين. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، فابقوا معنا. تتجه بناظريك إلى ما هو حولك، تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد. المساعدات المقدمة من منظمات إنسانية وكما تورد صحيفة العرب الجديد غير كافية للعدد الهائل من النازحين اليمنيين الذي يحرم كثير منهم من المعونات والسلال الغذائية التي تقدمها تلك الجهات الإغاثية الدولية والمحلية. يحتج عثمان سلام على عدم حصوله على المعونات التي توزعها منظمات دولية ومحلية ويقول: لا أعرف لماذا حذفوا اسمي ولم يحضروا لي مساعدات مثل بقية النازحين، وأنا من الذين يحتاجون إليها. مساعدات كثيرة تذهب إلى يمنيين غير نازحين ونحن أحق بها. كثيرون هم النازحون وغيرهم الذين يشكون من شطب أسمائهم من كشوفات المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات إغاثية ومن عدم وصول مساعدات إلى مناطقهم، الأمر الذي يزيد من معاناتهم. يقول سلام للعربي الجديد: كانوا قد سجلوا اسمي في قائمة المساعدات لكنهم عادوا وشطبوه ولم أستلم أي شيء ولا مرة واحدة، على الرغم من أنني أهل لذلك وعلى الرغم من أن بعض الذين استلموا معونات لا يستحقونها. في خضم الحرب وجد يمنيون كثر أنفسهم مطالبين بخوض تجربة جديدة لتأمين لقمة عيشهم من خلال البحث عن مساعدات تقدمها المنظمات، في حين يتم المتاجرة بمعاناتهم من قبل سماسرة جعلوا هؤلاء البؤساء يعيشون حياة أشبه بجحيم. صحيفة الحياة تعنون: راتب الموظف اليمني أقل من 100 دولار. رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أكد أن راتب الموظف العادي والجندي أصبح أقل
من $100 شهرياً بعدما تجاوز سعر الريال اليمني في سوق الصرف الأجنبية 500 ريال للدولار. التراجع غير المسبوق في سعر صرف الريال فاقم هذا التراجع غير المسبوق في سعر صرف الريال الأوضاع المعيشية الصعبة لملايين اليمنيين، إذ قفزت أسعار الطحين والأرز والحليب المجفف والسمن والزيت ومعجون الطماطم والبيض والخضار والفواكه. وحرمت ميليشيا الحوثي موظفي الدولة من رواتبهم منذ أكثر من سنة، إذ سخرت الموارد المالية التي تحصل عليها من رسوم الضرائب والجمارك والخدمات والمشتقات النفطية والغاز المنزلي وإيرادات ميناء الحديدة لمصلحة ما تسميه بالمجهود الحربي. التعذيب كجريمة مستمرة، هكذا عنوان سمير زين مقاله المنشور في جريدة الحياة اللندنية مضيفا. رافقت ممارسة التعذيب المجتمعات البشرية منذ تأسيسها ككيانات، وهذه الممارسة التي باتت مدانة على نطاق واسع وتحارب من جهات مختلفة حكومية وغير حكومية ما زالت موجودة على نطاق واسع أيضا. لا يزال التعذيب يعد مشكلة منتشرة وواسعة، ولقد أصبحنا مدركين وفي شكل متزايد تواصل التعذيب ليس فقط ضد المعارضين السياسيين بل أيضا ضد المشتبه بارتكابهم جرائم محددة. وعلى رغم المحاولات الحثيثة لتبرير التعذيب وتحويل من يمارس عليهم التعذيب إلى شياطين وكفرة وخونة، فإنها في حقيقتها كانت وسائل للدفاع عن السلطات القائمة ومحاولة لردع الآخرين عن الاقتراب منها أو تهديدها. طبق التعذيب بكل تلاوينه على بشر من لحم ودم، ما زالت صرخاتهم تملأ التاريخ وتملأ سجون اليوم. فبعد أكثر من 7 عقود على لائحة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تحرم التعذيب، وبعد 3 عقود من الاتفاقية الدولية لمعاهدة مناهضة التعذيب، ما زالت صرخات المعذبين تملأ العالم. كأن البشرية ترفض الخروج من وحشيتها، فالوحشية في التعذيب التي مورست على مدى قرون من قبل الجلادين لا تزال تطبق حتى يومنا هذا، وأي مراجعة لتقارير حقوق الإنسان تكفي لإعطاء صورة صارخة عن الوحشية التي لا نزال نعيشها في ظلها. ولم تكفي كل صرخات الألم وملايين الضحايا التي سقطت تحت جرائم التعذيب لتعليمنا الدرس الأساسي أن نعامل الآخر بوصفه إنساناً بصرف النظر عن جسامة الأفعال التي ارتكبها، على رغم أن التعذيب كان دائما يصيب الأبرياء. إلى شبكة البي بي سي والتي عنونت في أحد أخبارها الأكثر قراءة لأول مرة تكليف وزيرة بريطانية للتعامل مع مشكلة الوحدة التي يعاني منها الملايين. قالت البي بي سي إن الحكومة البريطانية أعلنت تكليف وزيرة بتولي مسؤولية التعامل مع مشكلة الوحدة التي يعاني منها الملايين في بريطانيا. التحدي الممتد عبر أجيال للتعامل مع قضية تطال نحو 9 ملايين شخص في بريطانيا. وتعهدت كراويتش 42 عاما بالعمل بين مختلف الأحزاب السياسية وتأدية دورها على نحو كامل. وذكر تقرير صدر العام الماضي أن الوحدة تضر بالصحة مثلما يضر تدخين 15 سيجارة يوميا. وأنشئت لجنة معنية بقضية الوحدة لأول مرة بمبادرة من النائبة الراحلة جو كوكس. وفي بيان قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: جو كوكس أدركت مدى انتشار الشعور بالوحدة في أنحاء البلاد وكرست نفسها بكل ما تستطيع لمساعدة أولئك المتضررين. وتشير تقديرات إلى أن ما يقدر بنحو نصف الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما يعيشون وحدهم، أي حوالي 2 مليون شخص في أنحاء بريطانيا، بينما يقول كثيرون إنه قد تمر عليهم أيام بل أسابيع دون أي تواصل اجتماعي على الإطلاق. صحيفة الجارديان نشرت صورة للوحة زيتية لأبو الهول والقائد الفرنسي نابليون بونابرت يمتطي فرسه وينظر إليه، وعنونت للصورة: هل فعلا حطم نابليون أنف أبو الهول؟
تقول الجريدة إن هناك رواية معروفة أن جنودا في حملة نابليون على مصر تسببوا بتحطيم أنف أبو الهول خلال تدريب على القصف عام 1798، لكنها تضيف أن هذه الرواية ليست حقيقية. وتضيف الجريدة أن هناك لوحة زيتية رسمها لفريدريك لويس، وهو أحد القادة البحريين الدنماركيين قبل ولادة نابليون بقرون، توضح أن أبو الهول بدون أنف. وتشير الجريدة أيضا إلى المؤرخ العربي المقريزي، كتب عن أنف أبو الهول المفقود خلال القرن الخامس عشر، موضحا أن سبب فقدان الأنف غير معلوم حتى الآن، رغم الروايات المتعددة التي تتراوح بين أسباب الطقس وعوامل التعرية إلى التشويه المتعمد من قبل ملوك لاحقين. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الجارديان، والتي قامت بنشر صور متنوعة من مختلف أنحاء العالم. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. في أمان الله.